لهذه الأسباب مجتمعة صنعت رقم في هذه المرة هو رقم قياسي غير مسبوق للرعاية في مصر. كلمة الأستاذ محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة برزنتيشن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نشهدك أن ما أوتينا ذلك عن علم منا. الحمد لله رب العالمين. ألف مبروك برزنتيشن. يعني بالنسبة لي لحظات تاريخية بالنسبة لي وبالنسبة لكل زمايلي اللي النهاردة مشرفيني كلهم. أنا لو مت النهاردة تقريبا مفيش أي حلم من أحلام حياتي ما حققتوش بعد ما خدنا رعاية النادي الأهلي. وأنا شخصيا يعني باسم كل أعضاء شركة برزنتيشن سبورت وباسم المجموعة الجروب اللي احنا بننتمي ليه جروب إعلام المصريين يمتلكني يعني فخر ما بعده فخر وشرف ما بعده شرف. وأنا بحاول أمسك نفسي على قد ما أقدر يا جماعة. بس الحلم ده حلم البرزنتيشن غايب بقاله كتير جدا وأمل كبير جدا. وأعتقد الكابتن دلوقتي لما قال إن إحنا لازم نبقى مبسوطين وفخورين أمر يعني طبيعي جدا إن إحنا كشركة في خضم كل الشغل اللي اشتغلناه الفترة اللي فاتت والسنين اللي فاتت إنه نتوج النهاردة بعقد رعاية النادي الأهلي. خلاص إحنا زي ما بقول كده مش محتاج اي حاجة تاني بالدنيا ان احنا عملنا عقد رعاية النادي الاهلي. وعايز اقول لكم ان انا قضيت 10 ايام مع هذا الوجه البريء الرقيق كابتن محمود الخطيب اللي انتم شايفينه في هذه البراءة وهذا اللطف. كابتن خطيب يا جماعة في الاوض في التفاوض ليس هذا الشخص الذي ترونه خالص. يعني انه تعلب العقد يا جماعة اللي انتم شايفينه النهاردة ده اللي انتوا شايفينه النهاردة ده كله حتى بالبراندنج اللي الشباب عملوه ربنا يبارك لهم. احنا جالنا خبر ان احنا خدنا عقد الرعاية الساعة 8:30 امبارح بالليل. لغاية 8:30 امبارح بالليل الكابتن خطيب بيلعب بينا. يعني مش بيلعب بينا عمال بيرقصنا ويفاوضنا وبيفاوض ناس تانيين وبيفاوض رعاة يعني عمل كل الحاجات اللي ممكن تتعمل هو ومجلس ادارته علشان ياخدوا اعلى رقم رعاية. وبرضو احنا برزنتيشن مع عقد الرعاية الكبير اللي احنا عاملينه مش هنعرف ندي النادي حقه. النادي الاهلي ده ما نقدرش نديله حقه ابدا. ويمكن انا قلت النهارده للشباب عندنا يمكن احنا كل ما بنعمل اي بلان او اي حاجه بنحس ان احنا هندي حاجه. اول مره نحس بجد ان احنا هناخد كتير جدا من النادي الاهلي العملاق اللي مش هنعرف نديله ابدا حقه. يعني معلش انا اسف انا يعني يمكن عملت كل الحاجات اللي ممكن اعملها ان انا اتمالك اعصابي ويبقى كلامي طالع صاحب شركه بقى خدت رعايه النادي الاهلي. بس هي الموضوع مش سهل خالص. انا اشكركم جدا وخلوني اشكر كل التيم بتاع برزنتيشن اللي وقف جنبي الفتره اللي فاتت وساعدنا لغايه ما نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي. اشكر كل انديه مصر اللي وقفت معانا الفتره اللي فاتت كل السنين اللي فاتت دي لغايه ما وصلنا النهارده ان احنا نتعاقد مع النادي الاهلي. واخيرا عايز اقول كلمه صغيره. عمري ما كنت هقف الوقفه اللي انا واقفها دي بدون السبورت والدعم من اعلام المصريين ومن صديقي واخويا تامر مرسي رئيس مجلس اداره اعلام المصريين. وببعت له رساله هنا من كل العاملين من برزنتيشن سبورت بشكرهم بشكركم شكر جزيلا يا تامر على وقفتك معانا. وان شاء الله احنا مكملين مع اعلام المصريين علشان اكتر واكتر ونشتغل اكتر واكتر.
اخويا عمرو وهبه ما رضيش يلبس جرافطه حمراء النهارده، انتوا عارفين ان هو زملكاوي، اصر برضو يلبس جرافطه روز. السيد حسين حسام صالح بشكرك على وجودك معانا جدا جدا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله ان ترني انا اقل منك مالا وولدا. صدق الله العظيم.